سلام البنات، لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان، اموركم هادي؟ كنتمنى تكونوا بالف خير يا ربي ان شاء الله، نتوما والناس اللي عزازين عليكم. صحيحتكم مزيان، اموركم هادي البنات. هذا فضل منكم وليس امر. بارطاجيو القناه، راه فيها محتوى زوين، واللي عجبو المحتوى راه غادي كيستافد منه بزاف. حتى حنا راه كنتعبوا باش نصوروا لكم بحال هاد الفيديوهات وفيديوهات اللي هما في المستوى. نتمنى انهم يلقاو استحسان عندكم والاستفادة راها كاينه البنات. ولي لاول مره تتشوف القناه البنات، ما تنساش تفعل الجرس، دير اشتراك باش يوصلها لكل جديد، وتبارطاجيو وديروا لي لايك. هذا فضل منكم ماشي امر. اليوم البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الكيكه ديال السميده معتمده عندي، ديما كنديرها. اليوم غنديرها للكوتي بحكم ان غيجيو عندي شي زوار، وكنت ديجا وجدت شي حوايج، ديجا حاطاهم في القناه في الطبيله ديال الكوتي، غادي نشاركهم معكم. غادي ندير البنات اليوم بحال اللي قلت لكم الكيكه ديال السميده بالليمونه البنات، كتجي زوينه 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 بزاف فوق ما كيتصور، ولذيذه بزاف. اللي غادي نديرها بالتفاح والكراميل، هاد راكم عارفين، كلشي كيعرف كيفاش يصايب الكراميل والتفاح. بالنسبه للكراميل درت كاس ديال سنيده، ودرت تقريبا 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات، وهنايا راه غير تفاحه ونص البنات وزعتها، كتجي زوينه. على فكره البنات انا كنديرها بهاد الطريقه، وكنديرها طريقه عاديه، يعني كنخلط المقادير، كندهن المول بالزبده وندير عليه السميده، وكنخوي عليه الخليط وندخلو الفران. يعني هذه ماشي مضطرين ديروها البنات. غادي نبداو المقادير. اول حاجه البنات غادي ندير المليحه، شويه ديال الملحه. نتوما عارفين الملحه الدور ديالها شنو هو، هو انها كتحيد حاشاكم الزفوره ديال البيض، ما كتخليهاش. بالنسبه للبيضه البنات، انا راه كان عندي في الثلاجه وجبدتو باش ياخد ليا الحراره ديال المطبخ. غادي نضرب غير شويه، كنزيد المقادير كلها. بالنسبه للسكر البنات، الا درتو 4 البيضات وثلاثه الخمارات ديروا كاس ونص سنيده، الا درتو غير 3 البيضات وجوج خمارات ديروا البنات كيبقى السميده والطحين نفس المقدار. بالنسبه للليمون نفس المقدار. هنا درت البنات كاس وشي قولي جوج عواشق ديال السنيده، كتجي زوينه البنات. ها نتوما البنات الكاس ديال الزيت ديجا هو ما عامرش، غادي ندير ونخلي منه شويه هكا، حيت انا فاش جيت خويت تخوى ليا تقريبا النص، كتزيدي شويه عليه، يعني الثلث كاس ما عامرش ديال الزيت باش ما تجيكمش ميد ما البنات. هنا البنات راني حاطه العصير اللي درت بهذا، داك الكولي اللي كندير ما بين الليمون والحامض، ولكن هذا راه غير ديال الليمون بوحدو، راه خرجته البنات. داك القشور اللي كيبقاو ليا ها هما البنات ساخو ليا، انا غنخويهم بحكم انني منسمه بالليمون، ندير حتى دوك القشيرات علاش لا، يعني ساهله كتوجد لنا دغيا، ما تاخذش الوقت كثير البنات. كنزيد داك الكاس ديال الليمون، عصرته البنات وصفيته باش ما يبقاوش فيه دوك البقايا ديال هنا البنات. غادي نزيد السميده هي الاولى، هنايا البنات راه جوج كيسان ديال السميده، وغادي نخلط. هنا البنات عندي كاس ديال عندي كاس البنات ديال طحين فورس، غنزيد تقريبا النص ديالو ونشوف، وغنزيد الخمارات. هنا البنات جوج خمارات، دائما البنات درنا 3 البيضات نديرو جوج خمارات، درنا 4 نديرو 3،
يعني الكميه ديال البيض مرتبطه لنا بالكميه ديال الخمارة. واحد الوقيته البنات ما غنبقاش ندير انا كاع البيض في الكيك، دير بيضه ولا جوج، لان البيض الدور ديالو هو الصراحه تيعطينا داك يعني تيعطينا العمليه، تيدير لنا داك النتيفه الكيك بمصاحب مع الخميره، يعني تيعطينا ديك العمليه ديال الانتفاخ. ما تزيدوش البنات الكاس ديال الدقيق في الاول في مره، حيت بعض المرات تكون السميده كتشرب. نزيد بعض المرات كتكون البنات بحال اللي قلت لكم السميده كتشرب، كتقدر ملي كتزيدوا داك الكاس كامل ديال حياتي. القياس البنات على فكره القياس اللي عبرت به هو الكاس ديال العنبه البنات، نقولوا عليها كيكه حريشه ديال السميده كما بغينا نسميوها. الحمد لله السميده ما كتشربش بزاف، بمعنى انني غنزيد الكويس كامل ديال الطحين. البنات لي كيك راه هما وقامتهم، بعض المرات راه تطلع عليك غزاله وبنفس الطريقه كتصايبيها وكتكون معتمده عندك، وبعض المرات ما كتطلعش. علاش؟ كتكون يا اما من الطحين تيكون بارد البنات، اولا الخميره تتكون بارده، اولا كديروا الكيك البنات كنصيحه ما عمرنا ما نديروا الكيك في الفران وهو سخون بزاف. دابا تبارك الله راه كلشي ولا كيعرف يدير الكيك، معمركم ديروا الكيك في الفران وهو سخون بزاف. هنايا البنات انا غادي نخويها، ايوا البنات كي دايرين مع الدخول المدرسي، كي دايرين مع السيروجي، كي دايرين مع الكتوبه، كي دايرين مع الفياق ديال الدراري بالزز. ها نتوما البنات غير هي ملي تبغيو تدخلوها بحال هكا البنات دائما ضربوا الكيك باش يخرج لنا داك الاكسجين، باش يخلي داك الاكسجين اللي تيكون لداخل ملي تيخرج تيخلي الكيك انها تنتفخ بشكل اللي هو طبيعي. البنات انا غادي نديرها طيب الفران على حسب كل وحده فرانها، انا كندير 200 درجه حيت عندي ديال الضو، بعض المرات كندير 180 200 درجه. بالنسبه لهنايا غادي ندير 200 درجه، علاش؟ لان راكم عارفين السميده شويه ثقيله خاصها الطياب، وبالنسبه للطياب ديالها انفو البنات تشوفوا داك الوجه الفوقاني تحمر، حيت كيبقى يبان لكم هنايا من المور راه تحمرات، كتخشيو داك الكوردون كلا طلعناش فرا كلشي عارف هاد القضيه كتحيدوها. وبالنسبه للطياب غندخلها الفران هو بارد. البنات ملي غتوجد ديال الكيك اولا الحرشه ديال بالليمون اولا الكيك تسميده بالليمون كيف ما بغينا نسميوها، غادي نوريكم كيفاش جات. البنات هاي الكيكه وجدات، اولا الحرشه ديال بالليمون وجدات كيف ما بغينا نسميوها، كيكه السميده اولا الحرشه السميده. ها نتوما البنات ها هو الطبق اللي كنت طابت فيه، حيت تحيد بسهوله البنات ما كاين حتى شي مشكل. غادي نوجد الطبيله ديال الكوتا البنات ونوريكم الطبيله كيف جات، وراه ذوق ومذاق البنات، كتجي زوينه راقيه راقيه. حتى اللي عنده داك اللوز اللي بغى يديكوريها باللوز يديكوريها، اللي ما بغاش كيخليها هكا طبيعيه راه كتجي زوينه البنات. البنات ها نتوما ها هي لالا مولاتي الكيكه ديال السميده اولا الحرشه السميده في الفران. هادو البنات راه ديجا حطاهم في القناه، وبالطبيطات شويه الفقاس عسيله وزويته وزويتينات، خبز وزيتون يشبعني. وهذه الطبيله ديالنا ديال الكوتي، جاو عندي شي ناس عزاز 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 بزاف. يلا البنات غادي نسد الفيديو، تبقاو على خير وسمحوا لينا الا شهيناكم البنات. البنات غير جربوا هذيك الكيكه ديال السميده راه كتجي رائعه، واللي دخلت وشافت
الفيديو، دير اشتراك لايك وتبارطاجي، راه المحتوى زوين ديالي. قالك الشكر راسو داز من هنا، يلا تبقاو على